رائد في الفكاهة، طبعا بين التقليد والفكاهة سطع نجمه. راح نتعرف سويا على هذا الشاب، نتعرف أيضا على فن الفكاهة. أكيد جانا من ولاية تيزي وزو الشاب سليمان حتى يعرفنا على هذا العلم أو على هذا الفن. نرحب به سويا ونقول له صباح الخير. الله يسلمك، نشكر لكم على الاستضافة. نعم سليمان دريس، نرحب بك في برنامجنا صباح الوطنية. الله يسلمك، مرحبا بي عندكم ونشكر لكم على الاستضافة. نعم. سليمان، كما نعرفه أنه المسرح أو أبو الفنون أو السيد الجمال عنده العديد من الألوان والأنواع، فعلاش اخترت الفكاهة بالضبط؟ بالرغم من أنه يعني صعبة جدا أنك تضحك المشاهد. وي صح، سي بون الفكاهة كيما نقول لو كوميك ولا الآخر، سي سو ديفير من الدرام للفكاهة. باسكو علاه الفكاهة سي كاينة ثانية تتكون من فروع ثانية الفكاهة اللي هي لا كوميدي نوار، كاين لو ساركازم، كاين كوميدي سيتياسيون، كاين بوكو دو. واخترت الفكاهة باسكو فوالا. طيب سليمان، انا نروح شويه لبداياتك. بديت بالتقليد، كنت تحب تقلد ربما اشخاص ومن هنا بدات، يعني قبل ما تروح للمسرح وتعمل تكوين ودراسه. نعم، فاحكي لنا كيفاش كانت البدايه مع التقليد. سو لا، كنت بديتها بالتقليد. كنت نتفرج بزاف لي فيلم تاع بكري، كنت نتفرج لي وكنت نعاودهم بلوس باسكو على كنت نتفرجهم بليزيور فوا. باغ اكزومبل زعما كان عندنا فيديو تاك هكذا، كان كاسيت فيديو وكان يجيبنا بابا دي فيلم تاع انسبكتور طاهر، وتما كان عندنا غير هذاك الفيديو تاك والتلفزيون، تما ما كاش حاجه اخرى تتفرج. يعني تما نتفرج واحد 100 فوا 150 فوا كاع، ومن بعد حتى نحفظ واش يقول، ومن بعد سي بون داني ميتي في لي بيرسوناج، في لي زاكتور، في الفيلم تاع حسن طيرو اللي ميتي في ومن بعد بديت شويه شويه اللي ميتي لي جون تاع حومتنا، لي جون صحابي، بديت ميتي لا فامي ومن بعد بلوز اون بلوز وليت واش ندير، وليت شغل نخدم دي سيتياسيون، ستادير زعما نجيب دي بيرسوناج اللي انا نعرفهم. نعم. نجيب زعما باغ اكزومبل صحابي ولا نجيب دي جون كو جو كوني، شغل نيميتيهم ونسي نكري لهم دي سيتياسيون. زعما باغ اكزومبل يجي واحد يقول لي زعما باغ اكزومبل ايميتي لي زعما بنادم هذا كي يكون زعما يدير في الحاجه هذه، فوالا كي يكون في الحاله هذه ولا كي يكون في الحاله هذه، فوالا من هذاك الشيء شغل تخلق سيتياسيون، تخلق كيما نقولوا جو فكاهي، ومن ثم دخلت دائما في الفكاهه. حتى في التقليد جو فكاهي. جو فكاهي شو يعني؟ بقات ربما الفكاهه مرتبطه داخلك وبقى بينك وبينها يعني رباط وثيق جدا. احكي لنا، قلت يعني الان او للتو قلت انه هكذا كانت بدايتك او دخولك لعالم المسرح، اذا الان نحكي عن انطلاقتك في الفن الرابع. انطلاقتي في الفن الرابع سي بون، دخلت المسرح اول مره في لاتيلي تاع ميزون كولتور، كان دار الثقافه، دار الثقافه تاع تيزي وزو. درت اتيلي، خدمت واحد 4 في 4 سنين اللي خدمت، ومن بعد مومون دوني شغل حبست لاتيلي هذيك. ومن بعد كي حبست لاتيلي هذيك، ومن بعد ريحت يوناني ما كاش لعبنا، ومن بعد كرينا سينا نعاود الجروب هذاك اللي كان شغل. نعم. باسكو على لو كوتش تاعنا كان راح لفرنسا، ومن بعد بقينا هكاك بلا كوتش، ومن بعد سينا نديرو سينا نعاود نريكوبيريو الجروب هذاك. ومن بعد واش درنا؟ دخلنا في واحد لا ليغ ديزار دراماتيك في تيزي وزو، شغل سي اون اسوسياسيون، دخلنا خدمنا فيها اون اكتيفي شويه، درنا بدينا نخدموا دي بياس، بدينا نجيبوا دي بياس عالميين ونخدموهم بالقبيليه، نخدموهم بالعربيه العاديه، شغل بدينا نبداو شويه صافا. ومن بعد اون سافي با شغل سيتي كوا، كنا نخدموا مي ما كناش على بالنا واش رانا نديروا، تشوف تسمى كنا نخدموا برك وصاي، هذا واش كنا اون افي البليزير سور سان. نعم. ومن بعد اسمح لي فقط نقطعك في هذه النقطه، حبيت تقول انه ربما التكوين كان ناقص شويه. التكوين كان ناقص شويه، مي ليكسبيرونس كانت طالعه شويه، باسكو علاه كيما نقولوا بالطالون تسمى الموهبه، فوالا الموهبه لازم يكون عندها زعما ان انكادرومون، لازم يكون عندها تكوين، لازم يكون عندها تأطير. فوالا اكيد. ومن بعد بديت نشوف روحي بلي راني نخدم شغل ان بو بارتو، ومن بعد بداو كاين يجي كونسيي كيقول فوالا كاينه ايكول هذيك في الجي، راح تدخل تقرا في ليسماس. واش درت؟ جبت الباك،
ومن بعد كي جبت الباك جي في ليسمانس انستيتيوت دي زار دراماتيك. دخلت نعم المعهد الوطني للفنون الدراميه، الفنون الدراميه دخلت نقرا تما، وبديت نكتشف صوالح واحد اخرين، بديت نعرف لي باز، بديت نعرف يعني القواعد والفنيات الاولى لعالم الفن الرابع. اكزاكتومون. ومن بعد ما تم جي ترونشي في صوالح واحد اخرين كيما يقول كيما الاخر كيما المونودرام، بديت نخدم شويه لي مونودرام، بديت نخدم شويه البونطوميم، بديت نرشيرشي نحوس على واش كاين كاع في الكوميديا، واش كاين في ما في الدرام، بديت نخدم شويه الدرام باسكو علاه اما موندوني وليت نشوف راح نخدم غير في الكوميك، وليت نخدم غير في الكوميك. مام كاينين الناس شغل اللي يشوفوني زعما الضحك، يشوفوك بهلاوه، يشوفوك كلونه يضحكنا شويه هكذا، تما وليت نسين نبروفي شغل الناس هذا بلي كونكوا لو تياتر سي با كو ماشي غير الفكاهه ولا اخر. ما بديت نخدم شويه الدراما، مام كي بديت نخدم شويه الدراما مام زعما ديفون لا تيلي ولا ديفون دي فيديو هكذا زعما مام سور سان كي نخدم هكذا شغل سي فري انا نخدم دراما، مي ولاو يشوفوني يضحكوا يشوفوني يضحكوا يقول لك والفوك في الفكاهه والله والفوني في الفكاهه. من بعد يشوفوك من بعد واش وليت ندير، وليت بعد لقيت واحد الفرع تاع لو تياتر اللي هو لا كوميدي نوار، ستادير شغل انت ميم انت تحكي تكون فوالا ميم انت تكون تحكي المأساة تاعك، تحكي زعما باغ اكزومبل تحكي واحد الصوالح صراو لك زعما باغ اكزومبل تمرمت كاع بصح الناس تضحك. بعد ثاني جي مسيو ترونشي فال الفوت بطريقه هزليه يعني والله تحكيهم بطريقه هزليه ومن بعد جي مسيو ترونشي فال الفوت. نعم هو مزيج بين ربما المسرح الجاد والمسرح الفكاهي سويا. نعم هذه هي. نعم طيب سليمان قلت لنا من الدراما الفكاهه، اكيد انه الفنان مليح انه يكون متخصص في شيء معين كما انت راك حبيت تتخصص في الفكاهه، ولكن كما قلت لازم مليح يكون الفنان شامل يعني تقدر تمثل اي شيء، يعني نقول لك مثل لي مشهد فكاهي تمثله، مشهد درامي تمثله، حاله اجتماعيه تقدر تمثلها. سي فري. واش وليت ندير جوستومون في هذا الاخر كونتكست، وليت جي يوتيليزي الطالون تاع ليميتاسيون اللي كان عندي التقليد اللي كان عندي من قبل، وليت نكري دي سيتياسيون شغل زعما نجيب دي بيرسوناج هكذا، وليت نكتب هكا زعما سيناريو وليت نكتب دي سيناريو وتقول لك زعما كذا من ملهي ولا وليت نكتب دي سيناريو زعما كوم سي زعما نجيب دي بيرسوناج كونو زعما باغ اكزومبل نجيب شيخ شمس الدين، ومن بعد نجيب انسبكتور طاهر، نجيب زعما البيرسوناج تاع دقيوس، نجيب هكذاك شغل نجيب عثمان عليوات هكذا عجيمي صابونجي هكذا لي زاكتور معروفين ميم دي اللي ماشي اكتور فاهم لي بوليتيسيان هكذا شغل نلاقيهم في زعما في بلاصه وحده هكذا في سيتياسيون وحده وليت نخلق مشاهد بيناتهم. طيب تقدر تعمل لنا شيء وليت ندير بهم فيديو يعني شخصيه ربما من الشخص او ثلاث شخصيات او قال لك يجمع جمع ما بين الفنانين يعني انا عجبتني هذه الفكره. نعم بون يلا تفضل بون شخصيه باغ اكزومبل حاول هكا تجمعنا بين الفنانين، حبينا اليوم نسمعوا عدة أصوات أكيد حتى يجمعنا بين ربما سياسي معروف وبين ممثل معروف وربما بين شخصيتين معروفتين نعم. أو حتى ثلاث شخصيات يلا نعم داكور اصبر دوك نخمم معليش نعم طبعا أصعب شيء ربما للفنان تقول له يعني على المباشر قولي بذلك الشيء جوستومون والله نعم ميم لي زيدي اللي كنت تكتبهم كاع يروحوا لك اللي كنت تخمم فيهم البارح في اللي زعما تقول غدو كي نروح ليميسيون هذوك اللي انا راح ندير ميم توصل لك شغل يروحوا لك. وربما هذا الشيء الاجمل الارتجال الارتجال زعما باغ اكزومبل الشخصيه تاع شيخ شمس الدين نعم زعما عيط له بون اسمه يا ربي ماشي شغل صابونجي فريده صابونجي صابونجي بعد ما تمر على حتى نوجه لها تحيه نعم ونتمنى لها الشفاء كذلك نعم مهلا لا توصلها هذيك العريانه تتزوج بها قلت لك طلقها ولا مراني ماك مراك وليدي طلقها صح يا يما كيفاش ندير يا يما كيفاش ندير بصح شفت هذاك التمثيل تاع بكري ارسل اللولاري صح يا يما انا عندي خير هذيك ما كاش كيفاه قلت لك طلقها ولا مراني ماك مراك وليدي يا ربي كيفاش ندير خلاص انا لقيت الحل الو شيخ غير شوف لي حل يا يما يا مرتي يما ما حبتهاش ومرتي قالت لي لازم نتزوجوا كيفاش ندير
سائل يقول قالك هل يجوز نتزوجها بدون رضايتي ما حسبنا الله ونعم الوكيل؟ يا اخوي انت واش كي واش دق يا شوف نقول لك حاجه خطيك من مالك الجدورة انا نشوف لك وحده انا نجيب لك وحده تتزوج بها. السلام عليكم يا محينك خلي يعني نقول لك زوجها لي يا جدك. ايه شوف انا نهضر معك واحد هضره يا جدك راك تشوف هذيك شموت يوم ما تشوش روح يا محينك في الله يا جدك في الله في الله التلاقه ولا باقي يا محينك. ايه خويا مخيوش يا محينك شموت يوم ما يشوش. اصبر تشوزي تفكر يعني جميل جدا الحق المزج بين الفنانه الكبيره فريده صابونجي والشيخ شمس الدين وحتى نبيل عسلي كان حاضر الان. حتى عملنا اليوم نوستالجيا ما بين الماضي والحاضر. جوستومون اصبر دقيقه خبرك اها ومن بعد كاين باسكو هذه يعني كاتبها على بالك ومن بعد موراها يجي عجيمي. نعم عجيمي يقول له نعم الفنان القدير نعم كيفاش كتبتها؟ يجي عجيمي لعند ارسلان يقول له شوف خليك منها راح نزوجك بنتي بوشرة ونزوجها لك وتولي تخدم عندي في المكتب بصح اياك ما تجيبليش الفاليزه على بالي بلي انت ديتها. لا فاليز سيتها في الطاكسي والله حتى لا فاليز حاضره الان حاضره نعم نعم جميل جدا والله حقا برافو عليك يعني سليمان اليوم ضحكنا في البلاطو مش احنا فقط حتى نعم. في الكواليس وحتى نعم. جمهورنا ربما اللي راه يشاهد نعم. فينا راح يعني وصل له ربما ذلك تلك الضحكه وتلك نعم. الابتسامه حتى لشفاهم. سليمان يعني بعيدا عن التقليد نعرف انه المسرح الجهوي تيزي وزو او المسرح القبائلي ككل يعني زمان كان ثري جدا كان معروف لكن حاليا ربما المسرح القبائلي اصبحت اعماله نادره جدا لا نسمع باعمال كثيره للمسرح الجهوي تيزي وزو او حتى بجايه او حتى مسرح القبائل ككل. سي نورمال باسكو بون ديجا كي نقولوا مسرح القبائلي ولا المسرح الامازيغي نقولوا محيا نقولوا نعم كاتب ياسين نقولوا بزاف تسمى ما كانش كاين ان بوبليك كونسوماتور دو تياتر تسمى ما كانش الناس دوك اللي تدخل ذواقين للفن الرابع فوالا تسمى دوك ما انا اللي كنت ندخل دوك التياتر تاع تيزي وزو شكون نلقى تلقاها يا ربي واحد ربعيبات بياس تياتر ربما فنانين ربعيبات فنانين وكاين ثاني من ذاك يدخلوا عباد غلطه باسكو على والله باسكو التياتر تاعنا جاي لاصق مع مع البلديه فاهم كاين من ذاك عندهم بورطاي واحد من ذاك اللي راح يدخل بون يروح يخرج كواطا كذاك شغل يروح للتياتر يشوف كاش مكان كاين اللي يحيي السنه تماك الدوسيه كذا يشوف بلي كاين بياس تياتر هكا من بعد يغلط هكا طيب وعلاش يعني في ميسك اليوم ما كانش ثقافه مسرحيه وحتى الاقبال على باسكو ما كانش دركا باريزومبل انا راح نطلع من بياس تياترال ولا نخدم من بياس تياترال عالميه زعما نفيستي عليها دراهم بزاف وندير كذا منا مليح ما كانش زعما باريزومبل ميم دي سبونسور ما كانش لي سبونسوريزي لك ما كانش زعما باريزومبل لي افيشيها في بارتو لي ولايه ما كانش ميم اون بوبليسيتي في لا تيليفزيون ما كانش زعما هكذا ما عباليش ان سبوت بيبليسيتير حاجه كي يعطي يعني فوالا حاجه كي نقص ترويج حاجه كي يعطي لو بيبليك الوغ كو كاين ان بيبليك اللي كاين عباد اللي جامي في حياتهم دخلوا المسرح والله ما عبرهمش سي كوا لو تياتر هذا الوغ كو شغل كابابل كان يدخلوا للتياتر ما عباليش ربما يحبوه اكثر فوالا باسكو التياتر سي ان اوتر موند كاع كابابل تشوف ابو الفنون يعني ابو الفنون والله ابو الفنون من داك تشوف زعما ان فيلم اون لايف قدامك هكا باسكو كاين واحد لي تكنيك دوك اللي يديرون في التياتر عباليش انا يديروا لك بومبا سور سان واحد يدخل بعود واحد يدخل كاين واحد لي تكنيك سا سيفولي وحتى يعني ربما المشاهد لما يجد الفنان كسر الجدار الرابع ما بينه وبين الفنان والجمهور الجمهور يكون اقرب بكثير الى هذا العرض او اقرب الى هذا الفن طبعا كما يقولوا اعطيني مسرحا اعطيك شعبا عظيما اكيد حتى يشاهد هذاك المشهد يعني مباشره يعني يعني قدامه حتى نقول ربما انه مليح انه الاطفال من الصغر تاعهم حتى في الان مسرحيات خاصه بمسرح الطفل يعني الحمد لله اليوم الجمعيات وراهم ناشطين باش يعملوا هذه المسرحيات الاطفال ف
فمليح انهم من الصغر يعني تربيه الطفل. طبعا تربيه الطفل على المسرح صافا والله راهم يجيبوا من ذاك هكذا شغل الدراري صغار من ليكول هكذا يجيبوهم يتفرجوا دي بيس تياتر بور انفون هكذا من بعد غير جوست يطلع السام صايم ولا شي يزيدوا يجيبوه غير في البريمير برك تسمى نقص الترويج شويه كما قلتوا انتم نعم ولكن سليمان ربما اليوم فيه مواقع التواصل الاجتماعي اللي تقدر تخليكم انتوما تروجوا نفسكم. ايه مي سي بو كيما يقولوا زعما باغ اكزومبل ماشي الارتيست اللي يقول لهم زعما ارواحوا شوفوني انايا تما ماشي كيما يقولوا زعما شغل ماشي باسكو الارتيست وحده ما يقدر يدير والو شو ما يقدرش يكتب هو ويطلع هو ويخدم يلعب شيرسان هو ويزيد يدير ترويج الروح وما لابد من وجود فريق عمل مكتمل طبعا فوالا يا فريق عمل مكتمل وثاني كاينين اللي يخدموا كاينين اللي عم بالهم ثاني بلي لو تياتر هذاك شغل يبقى توجور شكسبير و كلاسيكي جدا كلاسيكي وما باليش انا ما بالهمش بلي لو تياتر بليز اون بليز سيفولو وراه يمشي مع الوقت وكاين اللي يخدموا بلا 3 دي سور سان كاين اللي يعني أيوة. التقنيات الجديده فوالا تما ما من اللي كان زعما دوك حنا نشوفوا بكري في الجيري بكري كانوا يتباعوا تيكيات مارشي نوار بكري تلمو ما تصحلكش بلاصه بكري تدخل تياتر دركا والله ما على بالي واش صرا بالك وحتى يعني في اخر ربما في فتره كورونا يعني المحنه اللي مرت بها الجزائر والعالم ككل كنا شاهدنا انه المسارح الجهويه لجأت الى طريقه اخرى هي مواقع التواصل الاجتماعي وان كانت تحط عروضها يعني في وقت محدد وكان عليه اقبال كبير انه الكثير يشاهد هذه العروض من بيوتهم وكنا شفنا مشاهدات عاليه جدا جوستومون انا المومون هذاك وين طرأت ثاني ل ل ل ل ديريير ليكرون تسمى سيتي في الكوفيد انا اللي بديت نخدم شويه لي فيديو بديت نخدم بون بديت نخدم لي فيديو بديت نكتب هذوك لي سيناريو زعما باغ اكزومبل المزج بين ليك الاخر نحطهم دون اون سيتياسيون بديت نخدم ومن بعد دار تيانا دار مسابقه المسرح الوطني الجزائري دار مسابقه تاع شغل بعثوا لنا مشاهد مسرحيات شغل تلعبوهم وتشاركوا في هذه المسابقه شغل وطنيه 50 ولايه اللي يشاركوا شاركت ومن بعد ما شغل شاركت ونسيت كاع فاهم نسيت كاع بلي شاركت ما عيطوا لي قالوا لي الو وي سي سليمان دريس قلت لهم وي قالوا لي فوالا ربحت وقلت لهم اه سي بيان قلت لهم واش من المرتبه انا سنيت بالك قلت نجي لتروازيام ولا كاتريام ولا قالوا لي ياك البرومي يا بيان خديت من خلال رحت لسير بلاك شغل المومو هذاك اللي رحت اللي رحت ديريكت لتيانا كنت في تيزي وزو كي عيطوا لي رحت ديريكت لتيانا قلت لهم شغل ديجا كي لحقت لحقتك بالعرق هكذاك السخانه كي تعرف قلت لهم ربحت عطوا لي لاصون تاعي قالوا لي بصح مازال ما انت ما عطاوها لي ابري واحد خمس شهور ابري ولا سي مو ابري خديت نعم واللي خديت من خلالها احسن عرض فكاهي احسن عرض فكاهي نعم حتى يعني وهو يتحدث وهو يتحدث عاديا يجعل التقليد في كل كلمه نعم يعني التقليد والفكاهه راهي معاك يعني ملازم ليك ربما صديقك في حياتك جوستومون لا كي ممكن زعما باغ اكزومبل كي نحكي عفسه هكذا كي نهضر نورمال هكا زعما كي نقول زعما باغ اكزومبل قال لي فلان ولا زعما نحكي عفسه صرات لي درك هكذا مع الطاكسي ولا كذا شغل بلا ما نفيق من داك نحكي لك شغل بطريقه تاع داك الطاكسي كيفاش صرا كيفاش تسمى فوالا كيما كي نحكي حكايه شغل نلعبها الحكايه هذيك ما نحكيهاش هكذا نعم كذلك سليمان حبيت نحكي في الشيء ربما في اليوم فنانين كثير راهم ينتقدوا انه في الكثير من المنتجين يعني بدل ما ربما يجيبوا ممثلين يمثلوا في الافلام ولا في المسلسلات يستعينوا بالمؤثرين رايك المحتوى. نعم صانعي المحتوى رايك ربما في هذا الشيء كممثل لا شغل هذا السؤال هذا بزاف طرحوه بزاف شغل هضروا عليه بزاف بون هي سي فري شغل ما يعني شغل ان كوميديان ان كوميديان ولا ان اكتور سي شغل شاكان سون ميتي اوكي فاهم كيف واحد مؤثر ولا واحد الاخر اللي راست مؤثر تسمى
تسمى درك واش ولينا نشوفو، ولينا نشوفو شغل الجميع يمثل الا الممثله، فهمت؟ نشوفو مؤثر يمثل، نشوفو مغني يمثل، رابر يمثل، تسمى غير الممثل تلفزيونيا قصدك، لكن مسرحيا ممكن لا يستطيع تلفزيونيا. سينما ما سينما عنده دا باسكو على لا تيليفزيون سينما سي 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 دو موند ديفيرون، مختلفين جدا. فوالا تسمى هذه هي تلفزيونيا بيان سور. دوك لا تيليفزيون تقدر تجيب نيمبورت كي، بصح واش نو كونديسيون. دوك انا كي ندير زعما باغ اكزومبل اون سيري، زعما مونتاج يدير اون سيري كابابل زعما نجيب جوار ولا نجيب مغني هكذا، مي ا كونديسيون شغل يكون هو شغل اون طونك جوار يمثل شخصه. فوالا يمثل شخصه. زعما باغ اكزومبل، زعما باغ اكزومبل عندي اون سيري اللي تحكي فيها زعما باغ اكزومبل على البالون هكذا الفوتبول هكذا، وبعد مومون دوني شغل سي اون سيربريز شغل ضيف شرف، زعما نجيب محرز ولا نورمال تسمى، او جا محرز تسمى، ماشي زعما نجيب نجيب مغني ولا نجيب ان فوتبولور هكذا نعطي له ان رول، نعطي له لازم باسكو كي يلعب لازم اون كومبوزيسيون دو بيرسوناج، لازم اون اناليز، لازم يكون دارس حتى وحتى يعني تكوين لابد له من تكوين مكثف حتى ربما يقدم الشخصيه ويعطيها حقها ومستحقها. فوالا تما نقول لهم المنتجين هذو شوفوا شويه الكوتي ارتستيك، ما تشوفوش كوتي الدراهم بزاف، باسكو الدراهم تبغى دير دراهم واحد الكوميرس على روحك. نعم سليمان، سليمان يعني شفنا في خلال الموسم الرمضاني السابق عديد الافلام او عديد الاعمال الدراميه والفكاهيه، وش من عمل جذبك خلال رمضان السابق؟ وش من دور تمنيت يكون ذلك الدور ملكك؟ بون رمضان السابق، رمضان السابق لعبت سيلوات في بنت البلاد. نعم لعبت جوندي، شغل نحاول اللحيه كيفاش وليت نبان من غير بنت البلاد. من غير بنت البلاد بون لعبت سيلوات جندي، ومن بعد بون رمضان اللي فات لعبت غير. لكن هل فيه عمل اخر يعني في رمضان عجبك وحبيت لو تكون جزء من ذلك العمل؟ يعني ما مثلتش فيه وكنت حاب يعني. نعم. تمنيت لو كان مثلت فيه. رمضان اللي فات دور ربما الله غير دور فكاهي درامي بون برسك ما تفرجتهمش كاع، مي سافا برسك عجبوني، مي شغل ما شفتش زعما باغ اكزومبل روحي في كاش رول في هذا رمضان هذا. والله ما شفتش روحي. وفي بنت البلاد من غير ذلك الدور اللي قمت به، واش هو الدور اللي تمنيت يكون ملكك؟ والله فيريتي والله شغل نصالح حافسه، والله ما تفرجت بنت البلاد. يعني جزء من العمل ولم تراه؟ والله ما تفرجتوش، تفرجت غير ركزت على دورك اكثر. ركزت على دوري، ركزت على السيتياسيون تاعي، باسكو السيتياسيون تاعي شغل سي بعيده شويه على على لا كورب دراماتيك تاع الوسيط. طيب يلا بطريقه اخرى سليمان، ربما الدور اللي نتارك حايب تمثله يعني في القادم ان شاء الله. نعم سي ا ببري شغل قلت لي في الكواليس حبيت تعمل وان مان شو يعني. نعم. يعني في المسرح، في المسرح. نعم في المسرح. لكن في التلفزيون حاب نروح شويه في الكوتي تاع وان مان شو، الكوتي شويه في اللاك ستيل تاع اللاك يعني المونودراما والمونولوج. فوالا لو ساركازم. وفي السينما نحب نروح شويه في الكوتي تاع الكوميك بستيل تاع شارلي شابلين يعني بكل تواضع. المسرح الصامت او المسرح العمل الصامت يعني بونتوميم. بونتوميم شارلي شابلين ولي سيتياسيون ميوت باسكو بونتوميم سي حاجه اخرى. بون شارلي شابلين مستر بين شويه. نعم فوالا هذه ستادير شغل بور بروفي باسكو بلي زعما لو تياتر سي باك شغل ماشي لاكسيون فيربال ولا شغل من داك شغل من داك زعما نكون قاعد هكذاك شغل مي صار تو دي. لكن سليمان يعني صعب جدا انك ربما توصل ما تريد للمشاهد عن طريق العمل الصامت او المسرح الصامت. احيانا احنا ممكن مستر بين وحتى شارلي شابلن ضحكونا صح، لكن ربما اذا سالناهم تكون صعوبه جدا باش يوصلونا ذلك ربما الموقف. جوستومون لازم كيما يقول لازم الخدمه، لازم العمل، باسكو على انا كي اون بروميير اني كي قريت في ليسمونس الحاجه الاولى اللي درناها شغل الدرس الاول اللي نقراو عليه هما لي سيتياسيون ميوت، ستادير شغل
اول حاجه تبداها كاع في المسرح كاع لاباس كاع هي لي سيتياسيون ميوت صدق شغل تي دير اون استوار زعما اون اون مينوت شغل انت ساكت انت شغل بالحالات الصامته بالحالات الصامته هذه وتي تضحك تي دير صوالح دراماتيك تي توصل ميساج وانت ساكت نعم فوالا هذا نعم. طيب سليمان جيتنا وجبت لنا فيلم قصير نعم اللي كان من أدائك طبعا. هذا الفيلم قلت لي مازال ما خرج يعني جبت هنا حصري. نعم قبل ما نروح ربما نشوفوا لقطات منه تقدر تحكي لنا على هذا العمل كور ميتراج. ممكن كاين 3 فيلم دوك اللي مازال ما خرجوش. كاين هذا هذا مازال ما خرجش. كاين دو فيلم ثاني كور ميتراج ثاني مازال ما خرجوش. بون مازال ميم بو مونتاج باسكو البارح ديجا البارح في لي سقسيت الرياليزاتور قلت له اسكو لي سون بري باش قلت له ميم زعما واذا درت مونتاج شويه برك باش نجيبو. قال لي مازال تما مازال 3 فيلم. كاين هذا درتو درناه اون 2020 2021. نعم تما اليامات هذا يخرج واسمو رود. هذا سي ان فيلم بون هذا سي ان بروجي دو سوتونس تاعنا تاع الانستيتوت تاع ليسمونس. باللغه العربيه ام الامازيغيه؟ بالدارجه تاع نورمال بالعاميه. نعم فوالا سي ان كور ميتراج سينيماتيك رايح شويه في الكوميك في الكاريكاتور شويه. سي دي بيرسوناج كاين سي دي 3 بيرسوناج هكذا عايشين بون يقراو في لافاك شكون اللي صراو لهم ديك ومن داك يكذبوا على بروف من داك لي ديلير هذوك كاع اللي صراو في لافاك هكذا. من كان كاتب ربما هذا السيناريو؟ كنا في ثلاثه لي 3 كوميديان اللي لعبوا فيه لي 3 كوميديان والرياليزاتور بيان سور. الرياليزاتور هو اللي كتب كلش وكل واحد شغل كيف الرياليزاتور واش دار اعطى لنا لا سيتياسيون كيفاه. قال لنا فوالا انتوما راكم 3 رايحين يصرا لكم هكذا à vous de faire les dialogues, l'habitude zido des séquences zido, l'habitude zido des situations zido. On va être on s'est amusé à écrire. Mais quel est le nom de ce film? Roda. 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 Mais c'est ça, c'est Roda, mais c'est le nom. Et là, 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 ça signifie beaucoup de choses. Parce que déjà, c'est الحكايه قاعد دور زعما باغ اكزومبل بلي كان عندنا اكزامان ومن بعد كي كان عندنا اكزامان اون لا راتي هكذا شغل باسكو شغل كنا رحنا حفله هكذا بيان هكذا ومن بعد شباب مشاغبين يعني فوالا رحنا حفله ونسينا روحنا بعد دانا واحد الزهور عبيك تو با ايماجيني. ومن بعد من هذيك الحفله شغل رقدنا الصباح ما نضناش. بعد كي ما نضناش الصباح شغل سينا شكلنا له زعما قالب هكذا البروف قلنا له يا ودي والله غير البارح كنا في حاله وكنا في لوطوروت وتكريفات لنا الروده وكيتكريفات لنا الروده من هنا يعني بعد قلت له الروده يعني العجله بعد قلنا له كيتكريفات لنا الروده سي بور سا ما ضناش هكذا. ومن بعد قالنا اوكي نعاود لكم ليكزامان. ومن بعد كي رحنا ليكزامان عطانا اون سول كيستيون شغل مي كل واحد جوز وحده فاهم كل واحد جوز وحده شغل لا كيستيون سيتي واش من روده اللي تكريفات لكم شو باسكو حنا قلنا له تكريفات نارود تفاهمنا على هذه الكذبه هذه تاع تكريفات نارود حتى يعرف ربما الكذب حتى يتحقق هل هي كذبه ام حقيقه فوالا. ومن بعد حنا ما كل واحد واش طيب نروح نشوفوا لقطات منه ربما. يلا مشاهدينا وياكم راح نتابعوا هذه اللقطات وراجع لكم. وي لوبيا وي لوبيا انت ديما تشكي كول ديما تفضل بالباك وكلونا مليح ما نشكيوش. جيت تاكلي معايا اللوبيا والله ما تعرف في صلاحك حبيبي صاحبي صافا بيان صحيتكم فطرتو نستنى الكلا راهي تطلع يا واش كاين قرا كان ما سواري دي جي حفله كلش زهو للصباح صاحبي ما تزيدليش تاع الصح وجبيه واش اساس فيها شي فراشات شي مضمر عرفني صاحبي كيف بدات بتزيد ليش والله يا بعد انا روحه
نروحوا. سمعونا جماعة فشلت على بالك شوية ولا غير لوبيا لوبيا باك أو كستر شوية مش تروح هذا؟ نروح. ما تقدرش تروح. نروح. ما يخليكش تدخل. خلوني أدخل. ما تروحش. نروح. ودي كيفاش تروح؟ ما تروحش. نروح نورمال. يا ودي ما تروحش ما يخليكش تدخل. أنا نروح. يا ودي مازالك صغير ما تروحش. أنا نروح. 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 تروح. ما نروح. تروح. ما نروحش. تروح. ما نروحش. تروح. ما نروحش. أنا أقولك تروح. ما نروحش. تروح. ما نروحش. تروح. ما نروحش. ودي تروح. ما نروحش. تروح. ما نروحش. حطي عشية إن شاء الله صحيح؟ نريد بشحكم لي صحيح يا لوبيا الشرطة الشرطة ما تروحش ما روحش سواري هكا صغيرة هكا حسبتوني فيها إلا رحت أنا ماشي رجل ما حبش يتقسم أوه سخونة على بالك هاي بوبونة تاعي ما ديريهاش بيا الخطرة صاي الشابة تاعي ما ديريهاش بيا اليوم في لاسواري هاي تسلمان هاو جاي هاو جاي سي بون يا ودي اطلع اسمع راح بلاقى بس فوق بلدي اطلع صاحبي عاودي عاودي وش نديرو اليوم؟ الرولة هاي حالي الدعوة أنا عندها سيمانة القهوة صاحبي قلت انت واقفه اسمع انت ما تبقاش تطلق في حلاوتك كي وصلت لمايا ماشي كي نقول لك هذيك ماضا ماي وراك بدا من الدور ديريكت شوفها ديريكت اخويا انا يا خويا باش نقول لك لا كيفاش درنا خالتي شوف بالزيطة كي نروحو تمام كاينين مدامات خلينا متمسخين تاع صاحبي اوكي اسمع بصح بلا رايحين هكذا ولا بلا كادو ولا والو يا ودي لي صوص ما عاديش باش ندير الكروسة تقول لي تاع الكادو انت اسمع رايحين على ربي والدراوش ودينا شوية موسيقى واش حبي موسيقى صاحبي راك رايح لبلاد الموسيقى ضروك واش نديرو معليش باش نواس ها في قوت ممري بيو عينك الاخرى قايلتي قالك واحد ثلاثة راحوا لواحد السواري واش داروا؟ داروا لها الروضاي نعم 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 انت شيكور صاحبي انت شيكور يا عزيز انت بسيطة سليمان خليك يا صاحبي الواحد يدور روحكم بيا شوف رجلوا روحكم بيا خطية شو شو ندخلوا كي ليسطارك شايف ندخلوا هكا شو على النوم ليسطارك شايف خلاص هيا اوكي ما تدورش وين ندور انا يا هيا صاحبي هيا رجل هيا اسكل على الله أوووو ليكيب يعطيكم الصحة كي جيتو طبعا ما خدتكم والو عجبتكم الحالة هاي بيان أولا لا أولا لا أولا صافا لها صاحبتك على ما جبتيهاش هيا معليش إيه أكو جاي أطلق لنا شوية موسيقى ميرسي أكو زهيزي لها هاي بيان لا لا ايمن مكملين وياكم مشاهدينا الاوفياء اوفياء برنامجنا كنا شفنا هذا المقطع من هذا الفيلم القصير روضة اللي جابوه لنا يعني فنان الحاضر معنا سليمان الدريس يعني كنا شفنا سليمان يعني مزيج جميل جدا بين الابطال الثلاثه سي سنتين كل واحد بيرسوناج تاعو
شباب اليوم يحكي على واقع في الجامعة. نعم اللي يحب ربما المشاغبين. المشاغبين والله هي مشاغبين بصح كل واحد الكاركتير تاعو تاع الشغب كيف فهمت الستيل تاع الشغب تاعه. ربما ذلك الشغب الجميل ليس ربما الشغب السلبي. لا مشي لا مافيا هكذا برك تاع الزبايل تاع طويش نقول تنمروا على الناس من ذاك هذا ما كان. نعم وهذا هو الفن يعني دائما في طريقة هزلية أكيد. نعم. يجسد الفن سواء كان ربما جاد أو كوميدي يجسد دائما الأفكار يجسد واقع شعوب واقع ربما أمم وحتى كما شفنا يعني واقع الشباب داخل الجامعات والكليات. نعم ربما سليمان نبقوا دائما في عالم النوستالجيا نوستالجيا ديالك. نعم هذه المره سليمان عندنا فقره في برنامجنا صباحي صباح الوطنيه. نعم. نوستالجيا نروحوا الى الماضي نفكروا الحنين. ربما عندك اغنيه لفنان تحبه او فنانه تحبها يعني اغنيه قديمه. نعم ربما تذكرك بفترة. تذكرك بفترة جميلة من حياتك. ربما أيام الصبا أيام يعني أيام ال. أو فنان تحبه يعني. نعم. أكيد حيكون أمازيغي أكيد. باين. كاين شفي رمز مديد لي. أكيد لإدير. رائعة من روائع إدير الراحل. نعم. نروح يعني نستمع إليها سوية. يلا مشاهدينا نروح نستمع سوية إلى هذه الرائعة من روائع الفنان الكبير ربي يرحمه إيدير ورجع ليكم. واحدة من الروائع الأمازيغية واحدة من روائع الفنان القدير إدير. طبعا الموسيقى الأمازيغية التي تمزج ما بين الروحانية وما بين الطبيعة دائما لما نسمعها يعني نحس بذلك الرونق والجمال. أكيد يعني تبقى الموسيقى القبائلية موسيقى تخاطب العقل والقلب معا. أكيد يعني لما سمعتها ربما وش كان شعورك؟ سي بون نوستالجيك تولي تفكر بصوالح تولي تفكر دار جدك تفكر الشراح تولي تفكر
تريد تذكر صحابك صحابك تاع بكري دونك على بالك سانسيرمون ديرنييرمون شغل راني ندور في الحومه سورتو في الكارتي تاعنا اللي هي لودفيل الكارتي بالمناسبه نحيي كاع صحاب لودفيل عين السلطان عين حلوف زلال وكاع تسمى كل ناس هذيك هذيك شغل جايه والله سي ا بوبري كيما لا كاسبه تسمى دوك ديرنييرمون كان نمشي في لي كارتي تاعنا تسمى وليت نقول شغل واحد حرق واحد داو في الحبس واحد تسمى ماشي كيما بكري تسمى ماشي ما كاش زعما باغ اكزومبل وين تمشي تلقى جماعه وتزيد تمشي تلقى ثاني جماعه واحد اخرى صحاب هكذا من الغاشي شغل نقص بزاف لومبيونس ونقص بزاف الحس في الاخر تسمى سي بور سا جي شوزي هاد الاغنيه الحنين الى الماضي والله البارح في الليل برك كنت نمشي في تما لقيت صاحبي برك واحد كانت نقول له نولو افون برك الكوفيد برك 2018 ولا 2019 هكا شغل هذا الاسم يزهر شغل ما يعني يسكتش هذا الكارتي سيرتو هاد لاريال هذه درك شغل جينيرالمون كاع شغل جينيرالمون كاع حرقوا اكيد وهذا مش فقط يعني ممكن ظاهره في ولايه تيزي وزو ولكن هي ظاهره في الجزائر ككل ان شاء الله ندعيوا انه تنتهي هذه الظاهره ويبقى اولاد البلاد في بلادهم ويرفعوا من راية بلادهم ان شاء الله ان شاء الله يا رب يستر يا اولاد نكملوا دائما هذه المره نروحوا الى عالم الافلام والمسلسلات دائما من القديم اليوم انا نرجعوا بك الى الماضي شلون مو المسلسل تاع راح تعطينا فيلم ولا مسلسل فكاهي لا لا انت تحب الفكاهه واه كاين بزاف مسلسل تاع بكري كاين بون كاين لي فاكونس لانسبكتور طاهر لي برانتي كاين عثمان عريوه تاع لكن الناس لي كامل اوبليجي يكون الجيريا ليس بالضروره ليس بالضروره انا خلاص مالا نبداو الجيريا صايم بعد نشوفوا كيفاه كاين ثاني الاخر عبون عائله كي الناس سبيكتور طالع بلانتي نعم كارنفال دي فيد شرطنا عييت نتفرجوا ما قدرتش نكملوا طويل بزاف والله كل خطره نتفرج جامي في حياتي تفرجت من الديبي ولا فان كل خطره عندك نرقد من داك كاين الاخر اللي مليح كاع اللي عجبني عاود تفرجتو صافي 3 جور تاع حسن طيرو هذيك تاع طاكسي طاكسي ربما المخفي نعم للراحل رشد نعم لهما لاباط ايدالجي بيان سور من ربما من غير الجزائري من غير الجزائري كاين كاين لو البارح والله تفرجت الفيلم تاع شارلي شابلين اللي هو السيرك سيرك شباب بزاف لي طون مودرن كاين دي فيلم امريكان اجونس توريسك ربما نشاهدوا مقطع من شارلي شابلين خصوصا وانك متعلق به اه لاباط سوسي يلا سمية لا صباح فير من جروب يلا مشاهدينا وياكم نروحوا الى شارلي شابلين ورجع لكم كان معكم هذا المقطع من فيلم سيرك للفنان العالمي الراحل شارلي شابلن وين ذكرنا سليمان خلال هذا الصباح بهاته الرائعة اللي كانت طبعا من تأليفه وإخراجه أصدر هذا الفيلم سنة 1928 وربما الجميل في هذا الفيلم وجود تلك الموسيقى الرائعة التي كانت من تأليف الموسيقي الكبير آرثر كاي وحتى الفنان شارلي شابلن دخل في هذا التوزيع الموسيقي نعم الكوميديا الصامتة نعم لسليمان دريس إن شاء الله راك حيب يعني تتخصص فيها كوميديا صامتة ساركازم شو الكوميديا صامتة ومنتون شو الليمور نوار ان شاء الله نشوفك رائد من رواد هذا العالم او هذا الفن ان شاء الله يا رب سليمان نشكرك على حضورك معنا يعني كنت خفيف الظل علينا ضحكتنا نعم كلمه في الاخير حبيت تقولها لنا بون نشكركم على الاستضافه هذه نشكر من جميع واحد امن بيا زعما ونشكر الكوافر اللي دار لي كوب هذه البارح في الليل زوج تاع الصباح يعني حتى الفكاهة حاضرة معنا هو بقوة ما شاء الله يعني دخل لنا جو جميل داخل البلاطو نعم في هذا الصباح نعم اسمه يا رب
اسمه العربي اللي دا لي كوب هذه. قال لي بون خرجت من الدار زوج تاع الصباح قلت له دير لي كوبات براسك باسكو دوار احنا خصيصا باش تحضر معنا في عربي هشام اسامه لي جون تاع الكارتي تاعي اللي مازالهم تيغر عزيز خفا مالك اصحابي كامل ولا فامي وكاع الناس لاودي. نعم شكرا لك سليمان انك كنت حاضر وكاع تيزيوزو قال الجي اكيد احلى تحيه لناس تيزيوزو وناس كل او كل ولايات الجزائر المضيفه. نعم.